أكد مدحت نافع مساعد وزير التموين الأسبق أنه تم بحث حلول طويلة الأمد للخروج من دائرة الدين العام. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن هناك أساليب مختلفة لمواجهة أزمة الدين تصب في شكل زيادة الإيرادات. الدين المختلفة عادة ما تصب في شكل زيادة إيرادات، وزيادة الإيرادات عادة برضو ما تحتاج إلى زيادة إيرادات ضريبية، مما يعني يضيق الحال شوية فيما يتعلق بأمور المعايش يعني، وبتنعكس أيضا على الضغط على الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم بتزيد ترتفع الأسعار نتيجة انخفاض المعروض السلعي والخدمي في البلاد. لو كلمنا عن الدين، أعتقد أن التصور يعني حتى كان بحضور السيد نائب وزير المالية، كان هناك تصور مشترك بين المنصة وبين جميع المتحدثين في أن كافة المشكلات المتعلقة بالدين قابلة للحل، وأننا يمكننا أن نعول بشكل كبير على القطاع الخاص في الخروج من هذه الأزمة، وأن إفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص سيكون هو الحل المستدام وطويل الأجل لعدم الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة من الخارج، سواء لسد فاتورة الاستيراد المتزايدة أو لسداد مزيد من الديون السابقة.